شاء الله بإذن الله السنة الجاية تكون كلها أحسن بإذن الله. الأبطال النهاردة شرفونا وشكرا لحضوركم، وأنتوا دايما رقم واحد، الجمهور رقم واحد، أنتوا رقم واحد حبيبي. وطبعا قبل ما ننتهي الكلمتين معلش، طبعا يعني مش عارفين نشكر أكسجين، أكسجين اللي بنى البادي بيلدينج في الميدل إيست، ده بيتي ومكاني، واي كلام ممكن حلو يتقال لازم اقوله عن المكان اللي انا طلعت منه واللي كان سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان رامي موجود. بحب اشكر القائمين عليه، السيد بدر بداي وكل اخواتي عسكر وعبد الله واخوان وناس كلهم كانوا دايما في ظهري. ان شاء الله الفتره اللي جايه رامي مع او بدون او من غير اكسجين هيفضل رقم واحد. I want to see a couple of poses. Anybody want to see what the big man's got?